بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنشرح ايه الابسوليوت انيكواليتي او المتباينات اللي فيها مقياس. احنا عارفين ان المقياس، لو احنا قلنا مقياس اكس ده بيتعرف ان هو بيساوي اكس لو الاكس جريتر زن زيرو، اور نيجاتيف اكس لو الاكس ممكن نخلي ده جريتر زن اور ايكوال للزن زيرو. طيب المفهوم بتاع المقياس كده ببساطة شديدة ان هو بيقيس البعد ما بين النقطة على خط الاعداد وما بين الصفر. فلو انا عندي مثلا ده خط الاعداد، عندك هنا سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3. ايه البعد ما بين الصفر والاتنين؟ هو نفسه البعد ما بين الصفر والسالب 2. وبالتالي انا هنا لما اقول لك مقياس سالب 2، يعني البعد ما بين السالب 2 والصفر هو نفسه البعد ما بين، او هو نفسه مقياس الاتنين اللي هو البعد ما بين الاتنين والصفر اللي هو 2 وحدة. وبالتالي المقياس هنا بيقيس البعد ما بين النقطة، نقطة معينة على خط الأعداد، وما بين الصفر. عشان كده لو أنا عندي النقطة بتاعتك هنا لو الإكس جريتر زين زيرو، يعني الإكس هنا بوزيتيف زي الاتنين هنا، فأنت عندك على طول البعد ما بين النقطة دي اللي هي الاتنين وما بين الصفر هو نفسه 2. طيب لو الإكس نيجاتيف اللي هي أقل من الزيرو زي المثال اللي عندنا هنا اللي هو سالب 2، فانت عندك هنا البعد ما بين السالب 2 والصفر 2. وبالتالي هنا بنقول ان هو بيساوي سالب اكس، وبالتالي هيبقى هنا سالب القيمة اللي عندي او الاكس اللي عندي هنا بسالب 2، وبالتالي هيطلع معاك 2. يبقى تاني لو الاكس نيجاتيف زي السالب 2 هنا، فاحنا بنقول في التعريف اللي هي بتساوي مقياس الاكس بيساوي سالب الاكس، وبالتالي سالب الاكس عندي بسالب 2 فيطلع معاك 2. وبالتالي البعد ما بين اي نقطة والصفر على خط الاعداد بنقول بعد، وبالتالي هيكون موجب، وبالتالي المقياس هنا او الابسولوت فاليو must be greater than or equal zero، يعني must be positive or zero. طبعا هتبقى zero لو هي النقطة صفر نفسها، لو الاكس بتساوي صفر فهتبقى بزيرو. طيب نيجي بعد كده للابسوليوت انيكواليتي. لو انا قلت اكس greater than or equal اي، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا بقول البعد ما بين النقطة اكس، تعالى نعمل على خط الاعداد، معنى كده ان انا بقول ان البعد ما بين النقطة اكس والصفر اكبر من او يساوي قيمة معينة اللي هي الاي. فاحنا لو قلنا مثلا ان دي الاي، وعندك دلوقتي دي السالب اي، بقول دلوقتي ان البعد ما بين نقطة معينة اوكي والصفر
اكبر من الاي، فمثلا ده الاي اهو، ده كده الاي. انت عارف ان لو انا خدت اي نقطه هنا، اي نقطه هنا، فالقيمه بتاعتها هي نفسها، او البعد ما بين النقطه نفسها والصفر هي نفسها ايه، هي نفسها قيمة النقطة. كمثال على كده، لو قلت هنا واحد مثلا، الواحد ده البعد ما بينه وما بين الصفر هو نفسه القيمة بتاعت الواحد. نفس الكلام بالنسبة للإيه، البعد ما بينها وما بين الصفر هي نفسها الإيه. طيب بالنسبة للسالب إيه، البعد ما بينها وما بين الصفر هي الإيه. وبالتالي لما أقول لك هنا إن أنا عندي البعد ما بين نقطة معينة، نقطة معينة والصفر أكبر من أو يساوي الإيه، وبالتالي النقطة دي هتكون هتبدأ من هنا وهي رايحة كده، وبالتالي هيبقى عندي الفترة دي أو الفترة دي. كما يعني عشان توضح لك بشكل أكبر، لو أنا خدت نقطة هنا، النقطة دي قيمة الإكس هنا ماشي، البعد ما بينها وما بين الصفر أكبر من الإيه، صح؟ طيب لو أنا خدت هنا قيمة إكس معينة، فالإكس هنا البعد ما بينها وما بين الصفر برضو أكبر من الإي نفسها، لأن زي ما قلنا ده البعد بتاعك. فهمت الفكرة؟ وبالتالي لما أقول لك هنا مقياس الإكس أكبر من أو يساوي الإي، فأنت هنا هتقول لي يا إما الإكس أكبر من الإي، يبقى الإكس في الحتة دي، أو الإكس هنا أقل من، طبعا هنا اكبر من او يساوي، اقل من او يساوي سالب الاي، يعني الاكس في الحته دي. طيب ناخد مثال عشان تفهم. لو احنا عندنا هنا الاي دي بتساوي 2 مثلا، فاحنا هنا بنقول يا اما الاكس اكبر من الاتنين، يا اما الاكس اقل من سالب 2. فانت عندك هنا الاي دي بتساوي 2 وسالب ايه اللي هي سالب 2. فلما اقول لك هنا ان انا عندي مقياس الاكس اكبر من او يساوي الاتنين، فممكن يكون البعد ما بين النقطة بتاعتك دي والصفر يكون 2 أو 3 أو 4. وبالتالي لو هي هنا عند 3 فهتكون البعد 3، طب لو هي هنا عند السالب 3 فهيكون برضو البعد 3. وبالتالي انت بتاخد الفترة دي والفترة دي. اعتقد ان انت استوعبت الفكرة دلوقتي. وبالتالي لو انا عندي هنا الاكس اكبر من او يساوي الايه، مقياس الاكس اكبر من او يساوي الايه، فانا عندي يا اما الاكس، يا اما الاكس اكبر من او يساوي الايه، يا اما الاكس اقل من او يساوي السالب ايه. طبعا لو انا عندي هنا مفيش يساوي فهتبقى من غير يساوي. طيب نيجي للحاله الثانيه، لو انا عندي مقياس الاكس اقل من او يساوي الاي، نرسم خط الاعداد. عندك هنا ادي صفر، وادي عندك ادي الاي تقريبا هنا، وادي النيجاتيف اي. بقول لك هنا ان البعد ما بين اي نقطه على خط الاعداد والصفر اقل من الاي، وبالتالي النقطه بتاعتك هتبقى في المنطقه دي، لان البعد ده اقل من الاي. البعد ما بين السالب اي، البعد ما بين السالب اي والصفر ده باي، انا عايز البعد يكون اقل من الاي، وبالتالي هتبقى في الحته دي. نفس الكلام هنا، البعد ما بين الصفر والاي باي، انا عايز البعد ما بين النقطه بتاعتي والصفر تبقى اقل من الاي، وبالتالي تبقى في المنطقه دي. وبالتالي انا باخد المنطقه المحصوره ما بين السالب اي والاي. وبالتالي التعريف بتاعك هيبقى كده، ان الاكس اكبر من، هتبقى بقى في المنطقه دي زي ما قلنا، اكبر من او يساوي السالب اي واقل من او يساوي الاي. ناخد مثال برضو،
لو انا عندي هنا الاي بتساوي 2 برضو نفس الكلام، ده بتساوي 2 وده بتساوي سالب 2. فانت عندك هنا بنقول ان البعد ما بين النقطة بتاعتك والصفر اقل من الاتنين، يبقى انا عندي هنا وبالتالي هتبقى في الفترة دي زي ما هو متوقع. يعني عندك مثلا تبقى الاتنين نفسها لان هنا في اقل من او يساوي، او السالب اتنين نفسها، او اي قيمة ما بينهم، وبالتالي ده التعريف بتاعك. يبقى دول تحفظهم، طبعا انت فهمتهم دلوقتي، تحفظهم بقى زي اسمك. لما اقول لك مقياس الاي، مقياس الاكس اكبر من او يساوي الاي، فمعنى كده ان يا اما الاكس اكبر من او يساوي الاي، يا اما الاكس اقل من او يساوي سالب اي. لو انت عندك مقياس الاكس اقل من او يساوي الاي، فانت هنا الاكس هتبقى اكبر من او يساوي سالب اي واقل من او يساوي الاي. اعتقد ان الفكرة وضحت. طيب ندخل بقى على أمثلة عشان توضح الفكرة. لو احنا هنا أول مثال معانا، أو قبل الأمثلة في كلمتين قلتهم عاوز بس أوضحهم هنا أكتبهم. اول نوت اللي احنا قلناها ان الابسولوت فاليو must be positive or zero زي ما قلت. طيب تاني حاجة، وانت بتحل الانيكواليتيز لازم تخلي الابسوليوت فاليو بتاعتك في طرف لوحدها، يعني لازم تكون حاجة شبه كده، اكبر من او يساوي، اقل من او يساوي، اكبر من، اقل من، حاجة هنا ما ينفعش يبقى جنبها حاجة. طيب ناخد امثلة بقى عشان ايه تستوعب الحاجات دي. اول حاجة عندنا، لو احنا عندنا مقياس الاكس اقل من او يساوي سالب 4، احنا لسه قايلين ان احنا ما الابسولوت فاليو دايما بتكون موجبه، وبالتالي لما اقول لك ان مقياس الاكس او الابسولوت فاليو اوف اكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 4، فانت هنا هتقول لي مفيش حاجه تحقق المعادله الانيكواليتي دي، وبالتالي على طول الاكس هنا تنتمي للفاي، او مجموعه الحل بتاعتك هتبقى الفاي او تنتمي لي المجموعة الخالية. example 2 لو قلت لك مقياس الاكس اكبر من او يساوي سالب 4، طبعا احنا لسه قايلين برضو ان المقياس بتاع الاكس او الابسولوت فاليو بتكون دايما موجبة، وبالتالي لما اقول لك ان الابسولوت فاليو اكبر من السالب 4 معنى كده ان هي هتبقى موجبة. واحد هيقول لي ازاي وهي اكبر من السالب 4؟ ما هي اكبر من السالب 4 لما اقول لك مثلا ان الاكس اكبر من او يساوي سالب 4، معنى كده ان هو بياخد من عند السالب 4 لحد ما يوصل للملا نهاية، وبالتالي الجزء الموجب هيبقى معاك. وبالتالي لو انا مثلا خدت اي قيمة للاكس، خدت مثلا سالب 2 فيطلع لك 2، سالب 1 فيطلع لك 1، وهكذا. اللي انا عايز اوصله لك ان اي قيمة للاكس بتكون يا اما صفر، او اي قيمة قصدي للمقياس اكس يا اما بتكون صفر او بوزيتيف نمبر، وبالتالي الصفر او اي بوزيتيف نمبر هيكون اكبر من اي رقم سالب ايا كان قيمة الرقم السالب ده، وبالتالي ايا كانت قيمة الاكس فهيكون الحل بتاعك بوزيتيف، وبالتالي هيكون اكبر من اي رقم بوزيتيف او صفر، وبالتالي هيكون اي اكبر من اي رقم نيجاتيف.
وبالتالي هنا مجموعة الحل بتاعتك هي الـ R. Example 3 x minus 2 greater than 3. زي ما قلنا لو انت عندك greater than فانت هنا بيكون عندك الحل بتاعك يا اما بيكون x minus 2 اكبر من 3 او x minus 2 less than negative 3. وبالتالي انا هنا تبقى x greater than 5 هنا x less than negative 1 negative 3 plus 2 اللي هي negative 1. وبالتالي الحل بتاعك x greater than 5 هنبدأ من هنا x less than negative 1 وبالتالي x تنتمي لسالب ما لا نهاية negative 1. ولاحظ هنا ان مفيش يساوي وبالتالي تبقى مفتوحة اتحاد من 5 لحد ما لا نهاية. طبعا لو جيت ترسم على خط الاعداد هتكون بالشكل ده. عندك هنا نيجاتيف 1 و 5 اكس ليس ذان نيجاتيف 1 وبالتالي هتبقى الفتره دي اكس جريتر ذان 5 تبقى الفتره دي وبالتالي انت خدت الفتره دي والفتره دي. او طبعا ممكن تقول دي تنتمي لي الار فرق من سالب 1 ل 5 والاتنين هيبقوا مغلقين. المثال التاني معانا او الرابع اول حاجة هنلاحظها ان احنا المقياس مش في طرف لوحده وبالتالي اول خطوة ان انا اخلي المقياس في طرف لوحده x plus 3 less than or equal 1. تاني حاجة هلاحظ هنا ان انا عندي less than or equal وبالتالي هتبقى هنا ال x plus 3 greater than or equal negative 1 less than or equal 1. بعد كده هضيف negative 3 لكل طرف وبالتالي هيبقى عندي هنا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 4 less than or equal x less than or equal نيجاتيف 3 وبلس 1 هتبقى نيجاتيف 2. وبالتالي الحل بتاعي الx تنتمي ل نيجاتيف 4 ونيجاتيف 2. طبعا دي سهله الحاجات اللي بيبقى فيها اقل من او يساوي او اقل من بتبقى اسهل في الحل من اكبر من او اكبر من او يساوي. طيب المثال اللي بعد كده طبعا لو انت عايز تعملها على خط الاعداد السهله تبقى خط الاعداد اهو. انت عندك هنا ادي السالب 4 وادي السالب 2 وطبعا مغلقه من هنا ومغلقه من هنا ودي كده. المثال اللي بعد كده عندك x minus 3 plus 4 greater than or equal 0. هنخلي المقياس في طرف لوحده تبقى x minus 3 greater than or equal negative 4. زي ما احنا لسه قايلين من شويه ان لما نقابل حاجه شبه دي انت عارف ان الابسولوت فاليو دايما اكبر من او يساوي الصفر يعني اكبر من اي رقم سالب وبالتالي الحل بتاعك على طول هو مجموعة الاعداد الحقيقية كلها. اي رقم هتحطه هنا هيطلع لك رقم موجب اللي هو اكبر من اي رقم سالب رقم موجب طبعا او زي ما قلنا الصفر. نيجي بعد كده لاخر مثال معانا برضو هنا
عاوزين نخلي الـ absolute value أو المقياس في طرف لوحده، هيبقى أنا عندي x plus 5 less than or equal negative 2. طبعا شبه اللي فوق مع اختلاف حاجة بسيطة، احنا هنا قلنا ان مفيش المقياس لازم يكون بالموجب، وبالتالي هنا لما اقول لك ان المقياس بالسالب وبالتالي هتقول لي مفيش حل، وبالتالي هنا الاكس تنتمي للفاي اللي هي المجموعة الخالية، يعني مفيش حل. احنا كده خلصنا الفيديو ده، ان شاء الله الفيديو القادم هناخد اخر جزء في الانيكواليتيز، هناخد جزء في الابسولوت فاليو برضو او الابسولوت انيكواليتي، وبعد كده ان شاء الله نكمل في الفيديوهات. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.